ازيكم اعزائي طلبه التنافس الصف الثاني ثانوي، وندرس مع بعض ان شاء الله الميكانيكا. وصلنا للدرس ايجاد محصله قوتين متلقيتين في نقطه تحليليه. عندنا قانون زي ما احنا عارفين ان الحرب تساوي ج زائد ق واحد تربيع زائد ق اتنين تربيع زائد اتنين ق واحد ق اتنين جتا ي، واتجاهها او الزاويه بينها وبين مين بقى وبين القوه الاولى ظاهر تساوي ق اتنين جايا على قف واحد زي قف اتنين جتا ياء. خلي بالك بقى من الرمز، الياء ديت رمز لمين؟ للزاوية بين ايه؟ بين القوتين، هنسميها ايه؟ ياء اللي احنا هنستخدمها في القانون هنا ياء. الزاوية ها اللي هي رمز للزاوية بين المحصلة والقوة الأولى. بين المحصلة وايه؟ والقوة الأولى. نشوف كده نطبق مع بعض مثال واحد. مثال بيقول قوتين مقدارهما ايه؟ 5 و 3، يبقى عندنا ق 1 ب 5 وق 2 بكام؟ ب 3. خلاص؟ وعندنا ايه؟ الزاويه بينهم الياء مين بقى؟ رمزها ايه؟ ياء. الياء بتساوي كام؟ 60 درجه. عايز ايه بقى؟ عايز المحصله مقدارها مع اتجاه. تقول ايه دي؟ تساوي جذر 5 تربيع. يبقى نطبق بقى في القانون اللي عندنا، جذر جذر تربيع ب 5 تربيع زائد 3 تربيع زائد 2 في 5 3 قوة الأولى في الثانية في جتا الزاوية بينهم اللي هي جتا إيه؟ جتا 60 تساوي 25 زائد 9 25 زائد 9 في 2 في 5 ب 10 30 وجتا 60 دي بنص. النص هيتصل مع ايه؟ مع 30 يبقى في 15، يبقى جذر 49 بتساوي 7 نيوتن. دي ايه بقى؟ دي مقدار المحصلة. مقدار ايه؟ المحصلة. عايزين اتجاه ولا لم ياه؟ ايه ظاهر تساوي؟ طب بقى القانون الظاهر على طول ها؟ 3 ظاهر تساوي، خلي بالك الظاهر في البسط ق 2 جا يا وتحت ايه؟ ق 2 جتا يا. خلاص؟ ها؟ ق 2 3 في جا ها؟ جا 60 على 5 على 5 زائد 3 ايه؟ جتا 60. على 2 5 على 5 زائد 3 في النص يساوي كام؟ 3 جذر 3 على 2 على 3 على 2 دي اللي هي كام؟ 1 ونص و5 بقى 6 ونص او 13 على كام؟ على 2. يبقى بتساوي 3 جذر 2 3 جذر 3 على 2 في مثلا بنجمع قوس الضرب يبقى في 2 على ايه؟ على 13. يبقى بتساوي 3 جذر 3 على 13. الناتج اللي طلع ده اسمه ايه بقى؟ ظاهر. شفت معنى ايمان؟ ظاهر هاء. إذا هاء بقى ذات نفسها هنحب نطلع الزاوية وبعدين بقى اللي هي شيفت ايه؟ شيفت تاء. نضغط بقى المفاتيح دي البداية نبدأ ونكتب شيفت تاء دي مش كتاب اسمها مش شيفت تاني ايه؟ 3 جذر 13 طبعا من شرط الكاس ونكتب 3 جذر 13 على 3 3 جذر 3 على 13 خلاص وندوس يساوي وبعدين هي ترقيم من بين الزاوية تطلع كام دي؟ 21 درجة 47 دي مفهوم المثال الأول؟ يبقى تطبيق ايه؟ مباشر على القانون. حطينا قوتين مقدار قوتين والزاوية ايه؟ والزاوية بينهم وعرفنا نحصل له على مين؟ على المحصلة. تعال نشوف كده مثال اتنين. سيب القانون برضه قدامنا على ما يثبت كده معاكم. اتفضل. قوتان متعامدتان. قوتان متعامدتان. تؤثران في نقطة مادية. يلا القوتين مقدارهم كام؟ 6 و2 ونص. التصرفات 6 و2 ونص. و2 ونص نيوتن. أوجد مقدار واتجاه محصلتين. أوجد مقدار واتجاه محصلتين. أوجد إيه مقدار واتجاه المحصلة نفس السؤال اللي فات.
يبقى عندنا ايه بقى المره دي؟ حاله خاصه. دي حاله خاصه ايه بقى؟ من القانون الاصلي ان طالما القوتين متعامدتان يبقى الياء دي بايه؟ ب 90 يبقى جتها 90 بالصفر. طيب كل دي يبقى الحاء بتساوي ايه بقى؟ جذر قاف واحد تربيع زي ايه؟ زي قاف اثنين تربيع. يبقى بما ان قوتين متعامدتان اذا حاء تساوي ايه؟ جذر قاف واحد تربيع زي قاف اثنين ايه؟ تربيع. يساوي جذر 36 زائد 2.5 دي اللي هي كام؟ 26. ادينا الناتج بتاعها 42 مش كده؟ و25 ايه؟ من 100 ونجيب لها الجذر التربيعي تطلع كام؟ 6.5 دي المقدار. خلاص؟ نجيب بقى الاتجاه. قول يا محمد. عشان نجيب ايه الايجاد. الايجاد مين؟ اتجاه المحصلة. طبعا هنروح لايه؟ للقانون بتاعنا الجميل. ها؟ الظاهر بتساوي قاف 2 على قاف 1. يبقى الظاهر بتساوي قاف 2 على قاف 1. ها؟ لو احنا كتبنا كل القانون على قاف 1 زائد مين؟ زائد قاف 2 جتا ياء. لو انت نسيت وكتبت القانون ده هو دي حالة خاصة. لو نسيت طبعا الجتا 90 بايه؟ 1 وجتا 90 بصفر. طيب كل دي يبقى احصل على ايه؟ على قاف 2 بتساوي قاف 2 على ايه؟ على قاف 1. قاف 2 عندنا اللي هي القوة التانية كام؟ 2.5 على كام؟ على 6 تبقى 25 على ايه؟ على 60. 5 على 5 تبقى 5 على 5 بقى 12. ونكتب برضه نفس الكلام ايه؟ شيفت تان كام؟ 5 على 12. وندوس على الترقيم بقى في الناتج تبقى كام؟ 22 درجة و 37 مية. مثال واضح؟ خلي بالنا بقى ان دي حالات خاصة خدناها بعد قبل كده في الملاحظات. قلنا لو قوتين متعامدتان يبقى الحاء بتساوي قاف واحد تربيع. طب اللي مش حافظها للقانون الأصلي وتحط الياء بإيه؟ ب 90. نشوف مع بعض كده مثال ثلاثة. قوتان مقدارهما 50 ومية. اكتب بقى البيانات. قاف 1 ب 50 نيوتن وقاف 2 ب 100 وقاف 2 بايه؟ ب 100. تؤثران في نقطة مادية ومحصلتهما عمودية على القوة الأولى. قول ايه بقى؟ ومحصلتهما عمودية على القوة الأولى. عمودية ها؟ على القوة الأولى. على الأولى. تعرفين عمودية يعني ايه؟ يعني زاويتها 90. ده اعطيني بقى اللي هي قاف 1 وقاف 2. طبعا مش هعرف القانون لانه ناقص اللي هو تحت ايه. لو انت نسيت كده واخدت القوتين دول ما ننساش بقى نقول ده عامله 90 درجه تبقى ليها ب 90. لا انا اقول المحصله عموديه على القوه الاولى قصده على هاء. قصده على مين؟ على هاء. فمع ال 90 كمان ان ظاهر 90 غير معرب. ظاهر 90 ايه؟ يدينا ايه؟ غير معرب. اذا المقام بصفر. هي دي الحته بقى لازم نفهم. اذا ايه؟ مقام اليوم مين؟ قاف 1 زائد قاف 2 جتا ياء يساوي ايه؟ صفر. احنا بنعمل الحركه دي عشان نطلع مين دلوقتي؟ الياء. عشان نطلع مين؟ بعد ما ناخد الياء يبقى عندنا قاف 1 وقاف 2 نروح لمين؟ للقانون العادي بتاعنا نجيب المحصله وعادي. يبقى الجديد ايه في المثال ده؟ ان عطولنا بقى مين؟ مكان الياء عطولنا ايه؟ الهاء. وعطولنا قال لي الزاويه عامله زاويه ايه؟ 90. طالما 90 ظهر 90 دي غير معرف وبتبقى غير معرف لما المقام يبقى بايه؟ بصفر. خلاص؟ اقوم ماسك المقام واقول له اذا قاف 1 زائد قاف 2 بيساوي ايه؟ صفر. ومعوض بقى عادي ونطلع. ها قاف 1 ب 50 زائد 100 100 في جتا ياء في جتا ياء بصفر. نودي ال 100 هناك بايه؟ بالسالب ب 50 يبقى 50 100 جتا ياء بتساوي سالب 50 ونقسم على ال 100 ها؟ يبقى الجتا ياء ياء بتساوي سالب نص. سالب ايه؟ لو عملت شيفت قصير شيفت قصير على طول سالب نص تطلع مره واحده بكام؟ 120. او تكتب شيفت قصير للنص وبعدين تجيب المكمله كام؟ لا مره واحده كده شيفت قصير سالب نص تقوم معطيها لنا كام؟ يرجع على طول ان الياء بايه؟ ب 120 درجه. المفروض بقى ناخد الياء. عرفنا كده الزاويه الناقصه مش كده؟ وعندنا قاف 1 وايه؟ وقاف 2. اذا ح تساوي ها جذر قاف 1 تربيع ب 50 تربيع زائد كام؟ زائد 100 تربيع زائد 100
زائد 2 في 50 في 100 جت كام؟ 120. ما ملاحظ وكان ممكن طبعا ما نجيبش على طول، احنا بنحتاج مين؟ الجتا. والجتا موجوده ب 100 بكام؟ اه الجتا سالب نص من غير ما نعرف 120 بقى، يعني اشيل الجتا دي خالص واكتب مكانها كام؟ سالب نص. ونختصر بقى ونطلع قيمه ايه؟ قيمه المحصله. تمام؟ اه عيدوا تاني؟ نشوف بعد كده المثال اللي بعد كده. مثال كام؟ خمسة. مثال خمسة. قوتان تعصيران في نقطة مادية، فإذا كان أكبر قيمة لمحصلتهما 32 سكر كيلو جرام، وكانت أصغر قيمة لمحصلتهما 12 سكر كيلو جرام. تاني، قوة الأمنية كام؟ قول أصغر قيمة؟ لا أكبر. أكبر قيمة؟ أكبر واحد زي ما أكبر قيمة لمحصلة بكام؟ ب 32 سكر كيلو جرام. ب 32 سكر إيه؟ كيلو جرام. يلا. وأصغر قيمة ب 12 سكر كيلو جرام. وأصغر قيمة بكام؟ 12. طيب خلي بالكوا بقى. القوتين انتبهوا كده معايا. لما أقول أكبر قيمة للمحصلة أكبر قيمة لما القفة إيه؟ لما القوتين يبقوا في اتجاه واحد. دي قواعد كاتبها في الملاحظات. أكبر قيمة إمتى؟ لما القوتين في اتجاه واحد. واخدين بالكم؟ والزاويه بينهم بايه؟ بصير. دي اكبر قيمه محصله وتساوي مجموعهم. خلاص؟ المحصله ما تساويش المجموع، خلي بالك المفهوم كده واحد يقول لي محصله القوتين ده هنجمعهم وخلاص. لا نجمعهم امتى؟ ها؟ بحيث لما يبقوا ايه؟ في اتجاه واحد، قطع منهم واحد في نفس ايه؟ الاتجاه. خلاص؟ عندنا دي حالات خاصه. حاله المتعمدين شفناها في المثال اللي قبل كده. القوتين المتعمدين من قبله. و لما يقول لي اكبر قيمه للمحصله يبقى دي بتبلغ اكبر قيمه لما يبقوا في اتجاه واحد، وفي هذه الحاله تكون المحصله اللي هي 32 عباره عن القاف 1 زائد قاف 2. خلاص؟ واصغر قيمه بقى عكس ايه؟ لما يبقوا ايه؟ برضه ايه؟ على خط العمل واحد بس باتجاهين ايه؟ متغطيين. وتبقى المحصله اللي هي ال 12 في هذه الحاله عباره عن الفرق بينهم. بفرض طبعا احنا قايلين ان قاف 1 مثلا ايه؟ اكبر من قاف 2 عشان نشيل بس المكيال. ونبدا نحل المعادلتين دول ايه مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين لو جمعنا ضريبه الحذف نحصل على ايه هنا؟ 44 بيساوي 2 قاف 1 وقاف 2 ايه؟ هتختفي بقى مع معكوسه الجمع. اذا قاف 1 بكام؟ ب 22. طيب ناخد ال 22 سكر كيلو جرام دي ونعوض بقى فين؟ في اي واحده ولتكن مثلا الاولى. اذا ها 32 تساوي 22 زائد 2 كوف 2 ونودي دي بالسالب تطلع كوف 2 بكام؟ ب 10 سكر كيلو جرام. كده حصلنا على مين بقى؟ على كوف 1 وكوف 2. والزاويه بينهم كانت عطانا بكام؟ ب 60. دي موضوع تاني بقى، ده هو ايه اللي اكبر قيمه واصغر قيمه؟ معلومات عشان نستنتج منهم مين؟ كوف 1 وكوف 2 طلعناهم خلاص. اصبحت زي المسائل القديمه بقى، نتو المعلومات من جديد. اذا مثال جديد كوف 1 بتاعتنا بكام؟ ب 22 وكوف 2 ب 10 والياء ب 60. خلاص بقى نطبق ايه؟ تعويض مباشر فين؟ في القانون. واضح؟ يبقى فهمنا فكره اكبر قيمه واصغر قيمه؟ اكبر قيمه دي تبلغها امتى؟ لو ايه؟ لو قوتين في نفس الاتجاه وتساوي بقى المحصله في هذه الحاله تساوي ايه؟ كوف 1 زائد كوف 2 تساوي مجموعه. طب لما نجيب اصغر قيمه؟ يبقى اتجاه متضادين وتبلغها عند كوف 1 ايه؟ يبقى المحصله قيمتها بكوف 1. اول ما اسمع في اتجاه واحد اقول له يبقى المحصله تساوي المجموع، مش كده؟ او يقول لي اكبر قيمه، اقول له اكبر قيمه دي تبلغها لما القوتين فين؟ في نفس الاتجاه والزاويه بينهم ايه؟ بصفر، مش كده؟ اقول له والمحصله تساوي ايه؟ مجموعهم. يبقى قواعد ثابته اللي عارفها هي المسألة. شوف المثال اللي بعد كده. شوف بعد كده بقى لما ظبطنا طلعنا قاف 1 وقاف 2 والزاويه اصبحت ايه؟ مساله عاديه خالص، نعوض زي الامثله اللي فاتت. يلا المثال اللي فات سته. قوتان متساويتان في المقدار.
قوتين ايه؟ متساويتين. يعني كوف واحد يساوي كوف اتنين مثلا سماية بقى كوف. محصلة قيمة 70 جذر 3 نيوتن. والمحصلة اللي بكام؟ 70 جذر ايه؟ 3 نيوتن. مقياس الزاوية بينهما 60 درجة. والياء بكام؟ ب 60. والياء بايه؟ ب 60. عايز القوتين. طبعا احنا خدنا حالة خاصة قلنا ايه لو قاف واحد يساوي ايه؟ قاف 2 يبقى المحصلة تساوي 2 قاف جتا ياء على ايه؟ على 2. إذا لو احنا عوضنا بالقانون قالوا بما ان ها القاف واحد يساوي قاف اتنين يساوي قاف اذا ح تساوي اتنين قاف جتا نص الزاويه بينهم جتا ايه؟ يا على اتنين. طبعا اللي عارف القانون ده هيسهل عليه الحل كتير. طب لو عملناه في الاولانيه مش هتطلع هي صح؟ لا ما تطلع نفس الكلام بس بعد بقى لما تعملي شويه عمليات رياضيه كده فدي جاهز بقى نقول له قوتين متساويين نقول له اذا ايه المحصله بايه؟ باتنين قاف باتنين قاف اتنين في واحده فيهم لان هم قد بعض جت ايه نص الزاويه بينهم ها اذا ح تساوي اتنين ها عندنا حاء موجوده عندنا بكام؟ 70 جذر 3 واتنين في قيمه القاف طبعا القاف مش موجوده هو عطينا الزاويه جت 60 على 2 خلاص يبقى 70 جذر 3 بيساوي اتنين قاف جذر 3 على ايه؟ على 2 جذر 3 اختصر وجذر 3 كمان مع جذر 3 اذا القاف طلعت بكام؟ 70 اذا قاف 1 هيدي قاف 2 تساوي كام درجه؟ تساوي 70 ايه؟ واضح؟ وبعدين بقى ما يكون هو مظبط لنا حاله خاصه بدل ما اعرف السد جاني الصيغه من الاول اكون ايه عارف؟ قوتين متساويتين اذا تكون محصله بكذا قوتين متعامدان اذا المحصله تساوي جذر قاف 1 تربيع زائد ايه؟ زائد قاف 2 تربيع خلاص المحصله العمودية على القوه الاولى خلاص اقول له اذا المقام بصفر بتاع الزاويه بتاع المحصله وتبقى ايه قاف 1 زائد قاف 2 جتا ياء تساوي ايه تساوي صفر واكمل فيه نشوف المثال اللي بعد كده مروحه قوتين 6 وقاف 0 كيلوغرام قوتين 6 وقاف 0 كيلوغرام يؤثران في نقطة مادية يؤثران في ايه في نقطة مادية وقياس الزاوية بينهما 135 قصدي على مين بقى؟ على هي زاوية القوتين 135 درجة ها؟ أبعد مقدار المحصلة إذا كان خط عمل المحصلة يميل بزاوية قياسها 45 درجة على القوة قاف على قوة ايه؟ قاف. طبعا لو انت اخدت ايه؟ المعلومات دي ورحت للقانون هيبقى في مجهولين مش كده؟ هتبقى الحاء مجهولة وين؟ والقاف. الراجل عطلنا بقى معلومة تانية هنستخدمها من قانون ايه؟ من قانون الظاهر. بيقول ايه بقى الزاوية بينهم بكام؟ 45 ب 45 الزاوية ب 45 ها؟ تبقى الهاء عندنا بكام؟ ب 45 والياء؟ ب 135 والقاف واحد بكام؟ بست. خلاص؟ انا اعتبر بقى القوة المعلومة هي ايه؟ هي مثلا الزاوية اللي هو اعطانا بين القاف بين مين؟ بين القاف والمحصلة. فاعتبر القاف دي هي ايه؟ هي القوة الأولى. يعني أحسن حاجة أسهل عشان نطبق القانون كده مباشر بتعتبر الهاء ديت بيعتبرها اللي هي موجودة بين مين؟ بين قاف واحد والمحصلة. خلاص؟ فهو عطينا الزاويه بكام بقى بين القاف والمحصله؟ فاعتبر بقى ان القاف واحد ديت قيمتها ايه؟ قيمتها قاف. اذا ها نعوض يلا القانون دي مباشر. طبعا احنا حتى اتفقنا لو انت نسيت كده ورحت للقانون بتاع المحصله هتلاقي عندنا ايه مجهولين. يلا كملي هدي. ده 135 45 دي مين؟ 45 دي الهاء يعني ستمتدها الهاء ب 45 درجة اتفضلي تساوي 6 في ها؟ جا 135 هنعتبر بقى قاف 2 دي هي مين؟ هي الست ها 6 في 135 جا 135 على قاف واحد زائد على قاف واحد اللي هي مين بقى؟ اللي عندنا بقاف احنا معتبرينها بقاف زائد 6 زائد 6 جت 35
جتا 135 ده 45 عارفين ليه قدام 1 6 في جا 135 اللي هي ايه؟ نفس القوس 45 بس الربع التاني يبقى الجا بكام؟ بواحد على ايه؟ على جاز 2 والربع التاني الجا ايه؟ مجرد خلي بالك عشان نفس الكلام هنا قوس جمعيه وستة في جتا قد جتا 45 بس 135 بربع التاني يبقى سالبه يبقى سالب واحد على ايه؟ على جاز 2 ظبط شويه ممكن نضرب المقص يدينا بقى ايه؟ قاف ها ناقص 6 على ايه؟ على جذر 2 بيساوي 6 برضه على كام؟ على جذر 2 راح بالموجب اذا القاف بتساوي كام؟ 6 على جذر 2 زائد 6 على ايه؟ على جذر 2 اذا القاف بتساوي جذر 2 من 6 و 6 يبقى كام؟ 12 وبضرب في جذر 2 على ايه؟ على جذر 2 عشان نخلص من الجذر اللي في المقام تدينا 2 تحت وفوق 12 ايه؟ جذر 2 على جنب الواحد يبقى 6 يبقى 6 جذر 2 دي مين؟ التمييز زي التمييز ما موجود ثقل ايه؟ ثقل كيلو جرام. بس لو احنا عكسنا لو حطينا 6 لقاف واحد القوانين بتاع المستنتجه ديت الهاء جايه بين مين؟ بين لا الهاء هنا في القانون. لم مش في المساله في القانون الهاء ديت مظبطها بين مين؟ بين القوة الأولى والمحصلة. خلاص؟ حتى لو ادينا هو الزاوية بينها وبين مين؟ القوة الثانية أقول له خلاص اعتبر الثانية دي هي مين؟ هي الأولى عشان ما عملش حاجة في القانون أعرفه مباشر. واضح؟ إن ما مبدلش. الأمور سهلة شوية واضحة ولا إيه؟ شوف اللي بعد كده المسألة اللي بعد كده. خلي بالك مش هتبسط بقى من القوانين الا لما تاخد المسائل ديت سؤال بسؤال كده وتحل بايدك تقرا المثال راس المثال وتحلها بايدك انما طول ما انت بتقراها نظري كده ايه خايف منها وحاسس ان مفيش ثقه بقى شويه نشوف المثال اللي بعد كده قوتان متلاقيتان في نقطه ماديه مقدارهما مثال كام؟ 8 مثال 8 قوتين ايه؟ متلاقيتان في نقطة مادية مقدارهما 4 كاف و 3 كاف و 3 قاف 4 ايه؟ قاف و 3 قاف أوجد الزاوية بينهما إذا كان مقدار محصلتهما جذر 13 قاف عايز الزاوية أوجد مين؟ أوجد ياء إذا كانت ايه؟ حا بتساوي إذا كانت المحصلة اللي هي حا بتساوي كام؟ جذر 13 قاف جذر 13 قاف كبر الجذر؟ طيب نروح للقانون كده ونشوف ايه اللي ما نقولش فيه يبقى احنا رحنا محصلة لو خدنا المحصلة قعدنا المحصلة وهتبقى يبقى عندنا كم مجهول؟ مجهول واحد بس اللي هو ايه؟ اللي هو قاف ماشي هنشوف لان القاف اصلا هتروح مع بعضها بقى لانها تبقى مكرره في كل الحدود هتبقى الياء بس تعال نشوف كده هو المطلوب الحل مكان الحال نكتب كام جذر ايه 13 قاف تساوي جذر القاف واحد تربيع اللي هتقول له كام يبقى 16 قاف تربيع زائد مربع ايه 9 قاف تربيع زائد 2 في 4 قاف في 3 قاف في جتا ايه؟ في جتا ايه؟ برضه ما نيجي نعوض يعني بالتربيع عشان نتخلص اللي هو المجذور كده تربيع الطرفين لما المربع ده تدينا ايه؟ 13 قاف تربيع تساوي ها تربيع ده جذر الروح بس يدينا ايه بقى؟ 16 قاف تربيع زائد 9 قاف تربيع زائد 2 في 4 في 8 في 3 يبقى كام؟ 24 قاف تربيع جتا ايه؟ ملاحظين ان كل حدود ايه؟ ممكن اقول بقسم على ايه؟ على قاف تربيع او نصبر بعد ما نجمع اي حاجه لو حبيت تقسم على قاف تربيع خلاص؟ شرط ان هي تساوي الصفر تطلع 13 تساوي 13 زائد 9 زائد 24 ايه؟ جتا ياء ما عادش ما اقول اللي عندنا مين؟ جتا ياء خلي بالك ان 24 جتا ياء دول ايه؟ حد واحد يبقى لازم الاول اجمع دول ونوديهم هناك بايه؟ بالسالب يبقى 25 بالسالب هناك تدينا كام؟ سالب 12 تساوي 24 جتا ايه؟ جتا ايه؟ 24 قسم على 24 اذا سالب 12 على ايه؟ على 24 بيساوي
24 خلاص يبقى ايه جتا ياء. اللي اذا جتا ياء بتساوي ايه سالب نص، وسالب نص دي يبقى الياء بكام على طول؟ هكتب شيفت كوزين سالب نص، اذا الياء بايه؟ 120. واضح؟ استاذ احنا لما نحوش الجذر بتبقى ح تربيع. اه يعني هو نفس الصيغه، يعني مكان ما تكتب ح تساوي الجذر كذا ممكن اكتب ايه ح تربيع تساوي، واكتب على طول ايه؟ من غير الجذر. ما بنعملهاش بقى لما تبقى المحصله ايه؟ موجوده. يوم مربع المحصلة على طول. نكمل مع بعض بيت الأمثلة، نشوف مثال 9. قوتان مقدارهما 5 و5 جذر 2. قوتان ايه؟ مقدارهما 5 و5 جذر 2. يبقى عندنا القوة الأولى ب 5 نيوتن. لا ثقل جرام. ثقل ايه؟ كيلوغرام. كيلوغرام. و5 جذر 2 قف 2. وقف 2 بكام؟ 5 جذر 2. ب 5 جذر 2 ثقل ايه؟ ثقل كيلوغرام. تؤثران في النقطة المادية الأولى نحو الشرق والثانية في اتجاه الشمال والغرب. اه ما يقول بقى الاتجاهات طبعا رسم بس بسيط كده. هنشوفها في الشمال. الأولى نحو ايه؟ طبعا ده عارفين ان الاتجاه بتاعتها بقى دي شرق ودي ايه؟ ودي شمال ودي غرب ودي جنوب. خلاص الأولى تؤثر فين؟ في اتجاه الشرق. ها؟ بكوخ واحد مقدارها كام؟ 5. مقدارها 5 وتؤثر ايه؟ نحو الشرق. ها؟ والقوة الثانية؟ شمال غربي. شمال غرب يعني بين الشمال وايه؟ والغرب. أي زاوية؟ لا وعي أثبت أنا لا لما يقول لي شمال غربي بس بدون ذكر زوايا يبقى ايه؟ تنصب الزاوية 90 بين مين؟ بين الشمال والغرب يبقى 45 وايه؟ 45. طبعا احنا عارفين ان الزاوية بين الشرق والشمال دي بكام؟ 90. كده ولا ايه؟ 135. صح؟ يبقى كام؟ 135. يبقى الزاويه على بعضها بقى بين القوتين بالقوة الثانية. شفت الفكرة تاني؟ يبقى واحدة ناحية ايه؟ الشرق مقدارها 5 والثانية في الشمال الغربي يبقى بين الشمال وايه؟ والغرب. قالوا لي ممكن يقول لك ايه؟ 30 مثلا شمال غرب. شمال ايه؟ غرب. يبقى عاملة 30 درجة من ناحية الغرب، بين الشمال الغربي بس الزاوية اللي ناحية الغرب دي تبقى كام؟ 30 والثانية تبقى 60. لما يقول شمال غرب بس بدون ذكر زوايا يبقى تنصب الزاويه يبقى كام؟ 45 و 45. شوف مع بعض كده الزاويه دي على بعضها قد ايه؟ 145. وهنا القوه الثانيه خلاص بكام؟ ب 5 جذر 2. اصبحت مساله عاديه. ليه؟ وما كانش موضح لنا ايه؟ الزاويه بين القوتين. نكمل بقى ونقول له كده ايه؟ والزاويه بينهما لما مين؟ يا قياسها كام درجه؟ 135 درجه. وبقيت التكمله بقى عاديه. بيت المثال واضح؟ قال لنا ايه قاف واحد وقاف اثنين وياء والياء بين ماشي. نشوف المثال اللي بعد كده. يبقى الفكره الجديده بس هنا ايه؟ ان احنا مثلناها بيانيا لغايه ما عرفنا ايه الزاويه كامله بين القوتين كام. شوف مثال 10. إذا كانت القوة 20 سكر كيلو جرام هي مقدار المحصلة قوتين. إذا كانت القوة إيه؟ 20 سكر كيلو جرام هي مقدار المحصلة، يبقى المحصلة إيه؟ المحصلة هي اللي ب 20 إيه؟ سكر كيلو جرام، مش كده؟ قوتين متعامدتان مقدار إحداهما يساوي سالب، والقوتين إيه؟ متعامدتان، يبقى الياء بصفر، الياء بإيه؟ ب 90 درجة، يبقى جتا ياء بإيه؟ بصفر. ودي اللي هي الحالة الخاصة بقى، تبقى الحاء بتساوي ايه؟ قف واحد جذر، قف واحد تربيع يساوي قف اتنين ايه؟ تربيع. وانا بنات؟ إذا حاء تربيع تساوي هنا بقى ممكن نقول حاء تربيع من غير الجذر، تبقى ايه؟ قف واحد تربيع يساوي قف اتنين ايه؟ تربيع. حاطط لنا ايه بقى هنا؟ المحصلة ب 20 وايه كمان لسه في معلومة؟ مقدار إحداهما يساوي ثلاثة. هو لسه في معلومة ليه؟ لأن لو عوضنا في القانون ده يبقى لسه في معلومة ايه؟ مش كده؟ بقول ايه بقى؟ ومقدار ايه؟ مقدار احداهما يساوي ثلاث ارباع مقدار يساوي ثلاث ارباع مقدار ايه؟ الاخرى. اه يعني لو سمينا قاف واحده قاف يبقى الثانيه ايه؟ ثلاث ارباع قاف، واحده بسين يبقى الثانيه كام؟ ثلاث ارباع سين. خلاص كده عاد مجهول واحد بس اللي موجود عندنا في المساله. الحاء عندنا ودول فيهم رمز واحد. حاء بكام؟ ب 20 يبقى ارباعها بايه؟ ب 400. ها؟ قاف واحد تربيع احنا خلاص هنسمي ايه؟ نسمي قاف واحد ديت مقدارها كام؟ قاف.
وقاف اتنين تلات اربع قاف. خدنا قلنا المعلومة؟ ها اذا 400 بيساوي ايه بقى؟ قاف تربيع زائد تلات اربع قاف تربيع. 400 بيساوي قاف تربيع زائد 9 على 16 قاف ايه؟ قاف تربيع. طبعا ممكن نعمل 16 على 16 زي بتوع الاعداد كده عشان يبقى المقامات ايه؟ 25 يبقى 16 ودي يبقى 25 ايه؟ قاف تربيع. واضرب في المعكوس الضربي ال 25 على 16 واقول له اذا قاف تربيع تساوي 400 في 16 على ايه؟ على 25 ونختصر. طلع كام دي؟ 25 مع 400 فات كده 16 256 اه ف 16 قاف تربيع في 16 في 16 اذا قاف ايه؟ طبعا المفروض نقول موجب او ايه؟ او سالب. ناخد الكومنت بتاعه بس والسالب محفوظ. يبقى 16 ايه؟ صفر كيلوجرام. وهنا مفيش تحويل، يعني الراجل اللي مظبط لنا كل الوحدات ايه؟ من غير تحويل. وكم تكون الزاويه بين اتجاهيهما؟ في سؤال تاني بقى. احنا طلعنا ايه؟ قاف. خلي بالك القوه الاولانيه اسمها قاف. اذا قاف واحد معلومات جديده. اكتبها بقى بقلم جديد معلومات الجديد. قاف واحد بكام؟ ب 16 وقاف اثنين ب 3 ارباع قاف اللي هي 3 ارباع ال 16 ها؟ فالاربعة في ثلاثة بكام؟ ب 12 سكر ها؟ وكم تكون الزاوية بين اتجاهيهما إذا كان مقدار محصلتهما 4 جزء 13؟ دي كأنها إيه مسألة جديدة بقى غير المحصلة اللي عند اللي هو كان عطلنا بكام؟ ماشي إذا كانت المحصلة بكام؟ 4 جزء 13 4 جزء 13 والياء هي اللي مجهولة هنا. روح لقانون تاني مباشر ها؟ يبقى 4 جزء 13 هي الحق يساوي جزر ها؟ قاف واحد تربيع عندنا كام قلنا؟ ب 16 تربيع زائد 12 تربيع زائد 2 ب 16 في 12 ها؟ جت ايه؟ جت ايه؟ بالتربيع مربع دي بكام؟ ب 16 في 13 كام دي بتربيعها؟ كام بقى؟ احنا ربعنا خلاص الجزء راح كده؟ 280 تساوي 256 زائد 144 زائد 2 في 16 2 في 16 في ليا في كام؟ 2 في 16 في 12 ها؟ 384 جت ايه؟ جت ايه؟ هنجمع الاثنين دول مع بعض ونوديهم هناك ايه؟ للسالب. نجمع كده يبقى 208 يساوي 5 دي كام 400 مش كده؟ زائد 384 كتا ايه؟ 400 في السالب بكام؟ يبقى 280 ناقص 400 سالب ايه؟ 192 بتساوي 384 جتا ايه؟ اذا جتا ايه هنقسم على 384 تدينا برضو ايه؟ سالب نص. اعمل شيفت كوزين سالب نص او احنا حافظين على طول اللي هي ايه؟ ب 60 وسالبها اللي هو الربع الثاني بزود 120 برضه. يؤدي الياء بكام؟ ب 120. يبقى دي كانت ايه مساله مركبه فيها جزئين. الجزء الاول كان عاطينا ايه بقى؟ المحصله. كان عاطينا المحصله وقال لي قوتين ايه؟ متعمدتان. قلت له متعمدتان يبقى الجتا ايه بصفر، الجتا ايه بتغير الجزء ده كله. لان بصفر وكل دي حاد ده صفر والحاجات دي بصفر اللي هي الحاله الخاصه بقى اللي حافظها على طول اذا حافظ تساوي ايه؟ جذر قاف واحد تربيع زائد قاف اثنين تربيع فكان لسه في مجهولين حاله مجهوله وقاف واحد وقاف اثنين مش موجودين اميل واحد وكان مقدار احداهما ايه؟ ثلاث ارباع مقدار اخرى سمينا واحده قاف يبقى الثانيه كام؟ ثلاث ارباع قاف او واحده بسين والثانيه ثلاث ارباع سين يبقى رمز واحد. رمز واحد عرفنا نطلعه ادينا علامات جديد القاف واحد انت عرفتها والقاف اثنين قول لي لو المحصله واربعه جذر 13 يبقى كل موجود دلوقتي في القانون الا مين؟ الا الياء في اول الزاويه بين القوتين. شوفوا المثال اللي بعد كده. قوتان مقدارهما قاف واحد وقاف اثنين ضيق. قاف واحد وقاف اثنين ضيق اللي هي تساوي 10 سنتيمتر. كام يعني؟ قاف واحد وقاف اثنين. قاف واحد وقاف اثنين ضيق؟ إذا كانت
القوتين متعامدتين فإن مقدار محاصرتهما يساوي 2 من جذر 37. اه بيقول لي بقى لو قوتين ايه متعامدتان فإن ح ب ايه؟ 2 جذر 37. ب 2 جذر 37. محمد نايم خالص مش معانا، يعني بصوت ولا كأنه ضايم برضه. وإذا كان قياس الزاوية بين اتجاهيهما 60 درجة. دي معلومة تانية. وهي ايه بقى؟ ولو الياء عندك بايه؟ 60 درجة ها؟ فإن مقدار محصلتهما يساوي تبقى المحصلة تساوي ايه؟ 2 جذر 43. 2 جذر 43 ضيم برضه. واضح؟ تعال نشوف مسألتين، المسألة الأولى بيقول لي عندي القوتين متعامدتان يعني ايه؟ مش معايا؟ لو قوتين متعاملتان يبقى الحاء تساوي جذر ق واحد تربيع زائد ق اتنين تربيع. طيب وادانا ايه كمان؟ ادانا المحصل يبقى ناقص مين؟ ق واحد لق اتنين يبقى معادلة ق واحد لق اتنين. يبقى نعوض بقى في المحصلة كام؟ 2 جذر 37 بيساوي جذر ق واحد تربيع زائد ق اتنين تربيع. بالتربيع هنتخلص من الجذر. يبقى كام؟ 4 دي 4 في كام؟ مربع دي ب 4 مربع دي ب 37 وتضربهم ببعض. طبعا مربع ما تحت الجذر مربع اللي متضرب ديت وما تحت الجذر اللي هو كام؟ 37 بيساوي كام بقى؟ تربيع دي الجذر واحد بس يبقى ق واحد تربيع زائد ق اتنين ايه؟ تربيع 4 في 7 8 8 12 يكون يبقى كام؟ 14 ق واحد تربيع زائد ق اتنين تربيع. دي المعلومه اللي قلتها. كمل يا محمد. بيقول لي هو اذا كانت بقى اللي هي المحصله ب 2 جذر 43 والياء ب 60 نروح برده لنفس القانون. ها؟ ح تربيع بيساوي؟ ها؟ نكتب ح تربيع بيساوي او 2 جذر 43 نكتبها 2 جذر 43 زي ما هي موجوده الاول بعدين نروح جذر جذر ق واحد تربيع زائد ق 2 تربيع زائد 2 ق واحد ق 2 جتا 60 اللي هي اللي هي بنص على طول. واخدين بالكم؟ معايا؟ حصلنا على ايه بقى؟ على 2 جذر 43 تساوي جذر وق واحد تربيع زي ق اتنين تربيع من الاولى بكام؟ يعني ممكن اكتب هنا مكانهم كام؟ 100 تربيع. دي الفكره بقى. ها؟ هشيل ق واحد وق اتنين زي ق اتنين تربيع ديت واقول له قيمتها من رقم واحد كام؟ ها؟ من رقم واحد من واحد 148 زائد ق واحد ايه؟ ق اتنين مربع برضه ها؟ تدينا كام؟ 4 في 43 مربع دي ب 4 ومربع دي بكام؟ ب 43 وضربهم ب 12 4 في 4 ب 16 1 يبقى ايه؟ 17 وتربيع دي الجذر الروح يبقى 148 زائد ق 1 في ايه؟ ق 2. ودي لا دي الاول اللي مجموع بقى نتخلص منه معكوس الجمع او نروح الطرف الثاني. ما بيبقى بقى مضروب في القاف نقسم عليه. يبقى ايه؟ طرحهم بكام بقى؟ 172 ناقص 148 بيساوي ق 1 ايه؟ ق 2. طرحهم 12 8 4 ودي 6 ناقص 4 بكام؟ ب 2 دي بتساوي ق 1 وايه؟ في ق 2. ديت المعادله الثانيه دي هنسميها المعادله الثانيه. اصبح عندنا معادلتين. طيب لو قسمت على ق 1 اي قوه منهم نقسم مثلا على ق 1 تديني ايه بقى؟ ق 2 تساوي 24 على ايه؟ على ق 1. الفكره اللي احنا عايزه تحل معادلات بقى. طيب نشيل ق 2 ونحط ايه؟ 24 على ق 1 يلا. ها؟ بيطلعوا لكم واحد. نروح هنا تاني. يبقى 148 تساوي ها؟ ق 1 تربيع سيبها زمايل زائد 24 على ق 1. مش كده؟ الكل ايه؟ دي قمة ق 2 احنا عايزينها تربيع. يبقى 148 برضه بيساوي ق 1 تربيع زائد 576 اللي هي مربع من 24 على ق 1 ايه؟ تربيع. هطرح في ق 1 عشان نتخلص من المقام. تديني ق 1 تربيع تدينا كام؟ 148 ق 1 تربيع تساوي ق 1 لما تضرب هنا تربيع انت تضربه كل حدود. تديني ايه؟ ق 1 اس 4 زائد 576 نخليها صفريه ونرتبها يبقى ق 1 تربيع ق 1 اس 4 ناقص 148 ق 1 ها زائد ايه؟ ق 1 تربيع زائد كام؟ 576 اصبحت ايه معادله صفريه ونحلل
لما تيجي بقى تحل القاف 1 اس 4 ليه؟ قاف 1 اس 2 نص الاس، قاف 1 ايه؟ اس 2 576. ممكن طبعا نستخدم الالف لتسهيل الارقام لان الارقام كبيره شويه، فممكن نستخدم ايه عن الالف؟ هتبقى شيفت مود ونشوف ايكويشن. ها؟ انت بتختار ايكويشن وتلاتة بقى اللي هو ايه المعادلة التربيعية وتكتب المعاملات. واحد يساوي ناقص 148 يساوي زائد 576 يساوي 144 و4. يبقى 144 ايه؟ و4. واللي شرطين متشابهتين يبقى مثل الوسط ايه؟ سالب وسالب. تدينا قاف واحد تربيع ب 144 او ومنها طبعا قاف واحد يطلع بكام؟ ب 12. او قاف واحد تطلع بكام؟ قاف واحد تربيع ب4. ها؟ اذا قاف واحد بكام؟ ب2. طيب كل واحدة خلي بالك لكل قاف واحد تدينا ايه قاف؟ انا جبت قاف واحد ب 12 نجيب بقى وناخد العلاقه بين قاف واحد لما ب 12 يبقى قاف 2 ب 24 على 12 فيها كام؟ فيها ال 2. ولو هي ب 2 24 على 2 فيها ال 12. اذا القوتين كام؟ اذا القوتين ها؟ 2 و 12 بنفس الوحدات المستخدمه اللي هي ايه؟ واضحه؟ ثم اوجد بقى اكبر قيمه اصغر قيمه. مره تجمع اكبر قيمه هي المجموع واصغر قيمه هي ايه؟ هي الفرق، والفرق المطلق اللي هو المفروض ان انت تكتب ايه المقياس. خلاص؟ طيب نشوف المثال اللي بعد كده. يا ابناء مضروبة ايه؟ سبع قاف. سبع قاف؟ سبع قاف واحد بسبعة. ماشي يا صوت الجرام. وقياس الزاوية بين خطايا معلومة اللي هو الياء بين القوتين كم؟ 120 درجة. ها؟ والمحصلة 7 جذر 3 ثقل ايه؟ لو بصينا للمعلومات نلاقي ايه؟ ها؟ المحصلة الياء والقاف والسبع مش مقبولة الا مين؟ الا القاف بس. نروح للقانون تعويض مباشر. يبقى 7 جذر 3 كم يا محمد؟ 7 جذر 3 جذر قاف 2 7 7 تربيع. 7 تربيع زائد قاف تربيع. زائد قاف تربيع زائد 2 في 7 7 في قاف زائد جذر 120. جذر 120 سالب نص. جذر 60 ب بنص و 120 ب بسالب نص. ها؟ نربع بالتربيع خلي الجذور تروح. نحصل على مين بقى؟ على 49 في 3. 49 في 3 بقى حد يحفظ جدول 49. 49 في 3 3 ب 9 ب 7 ب 6 ب 8 ب 2 3 ب 4 ب 12 2 ب 19 197 147. انا مش حافظ من 6 يبقى بيساوي تربيع دي بقى كام بقى؟ 49 زائد قاف تربيع زائد 2 في 7 ب 14 قاف في سالب ايه؟ في سالب نص اختصر لان دي حد واحد خلي بالك. تدينا بقى ايه؟ سالب 7 قاف. نرتبها ها؟ قاف تربيع ناقص 7 قاف 147 تيجي بالسالب هنا تدينا كام؟ سالب 98. يعني هي كبير الإشارة سالب دي 7 في 14 تدينا كام؟ ونحلل بقى ونطلع قاف قاف في قاف و7 في 14 إشارات مختلفة. الكبير ياخد إشارة في الأوسط سالب وده موجب. ها إما قاف بسالب 7 مرفوض أو قاف بكام؟ 14 ثقل إيه؟ ثقل كده. يبقى اللي فاهم تكتب الاول ايه بيانات تلخص المعطيات اللي الراجل قطعها لنا كده في المساله وبعدين نشوف انسب هنروح للقانون ده ولا نختار ايه الظاهر الاول. موضوع بسيط. شوف المثال بعد كده. شوف المثال انا في مثال ان شاء الله واحد بس. خد بالك.